جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن نظر المرأة إلى الرجال، ما حكمه، ولا سيما إذا كان لحاجة كطلب علم ونحو ذلك. نظر المرأة إلى الرجال إن كان لشهوة هو محرم، وإن كان لغير شهوة وإنما هو لحاجة فالابتعاد عنه وتركه أحسن من أجل البعد عن الفتنة وقطع الوسيلة إلى الشر. وإذا كان ولا بد من النظر فلا مانع من ذلك بقدر الحاجة. نعم، جزاكم الله خير. مهما أمكن الابتعاد عنه فهو